احتال على آلاف المستثمرين وتحصل منهم على مليارات الدولارات على مدار 17 عاما. لم يكشف أحد مخططه، ولا حتى أبناؤه، ولا الذين عملوا معه بالمخطط. بيرني مادوف، اللص البارع. كان مادوف رائدا في التداول الإلكتروني. ولد لأب يعمل سباكا في بروكلين في عام 1938. درس بيرني العلوم السياسية في جامعة هوفسترا في عام 1960، وفيها تعرف على زوجته ني ألبران التي كان لها خبرة في عالم التداول. في العام نفسه أسس الاثنان شركة جيبرالتار سيكوريتيز المتخصصة في تداول الأوراق المالية. كانت الشركة تعمل بشكل قانوني، لكنها أغلقت في عام 1962 بسبب الأزمة المالية العالمية. عمل مادوف في شركات أخرى وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة بورصة ناسداك في عام 1990. وصل راتبه السنوي حينها إلى 100 مليون دولار، لكنه لم يكتفي بذلك. ادعى بيرني قدرته على توليد عوائد كبيرة وثابتة عبر استراتيجية أسماها تحويل الضربات المنقسمة. كانت فكرتها تقوم على جذب العملاء بإقناعهم بقدرته على توليد عوائد كبيرة لهم تصل إلى 20% سنويا من أسهم مضمونة لا تلتفت إليها الشركات الكبرى. نجح المخطط سريعا، وبالفعل كان يعطي العملاء أرباحا. وصلت الأرباح لملايين الدولارات، لكنها لم تكن أرباحا من أسهم كما أقنعهم، بل كانت أموالا لمودعين آخرين. كان مادوف يستخدم أموال المودعين الجدد لتسديد مستحقات المودعين القدامى، واستمر المخطط في السير بسلاسة حتى جمع 64 مليار دولار من العملاء. لكن الفاجعة وقعت في عام 2008 حين انهارت الأسواق المالية، ولم يعد مادوف قادرا على جذب عملاء جدد. ومن ثم توقف سداد مستحقات العملاء القدامى بعدما كشف أمره. تبين أن العاملين في شركته لم يعلموا بالمخطط، وبينهم أبناؤه، وقام بتسليم نفسه طواعية إلى الشرطة. استمرت محاكمته 4 أعوام كاملة، أدين بتهم الاحتيال والسرقة، وحكم عليه في النهاية بسداد 174 مليار دولار بجانب السجن 150 عاما. لكنه لم يسدد أي شيء، ومات في السجن في 14 من أبريل لعام 2021. توفي بشكل طبيعي عن عمر 83 عاما، وبات مخططه يستخدم من قبل كثيرين. أنتجت نتفليكس فيلما عنه بعنوان وحش وول ستريت.